السلام عليكم، يا هلا فيكم، احنا نحييكم بالحب والمودة. طبعا بما اني مطفر وما عندي لعبة ثانية وانتم قلتوا لي ارجع، قلت بحلب لكم من السن كريد نحللها لين ما يتصل علي المنتج يقول فكنا شرك. طبعا وش جايب لكم اليوم؟ اكيد انكم لمحتوا هذا الذيب الجميل، شايفينه هذا الذيب الرائع والجميل. من وين جبته انا ومن اين حصلت عليه؟ وطبعا حتى الطير برضه، لكن الطير والله ما ادري وين راح، رفض انه يجي. لكن من وين جبته؟ من هنا من هنا من هنا، شايفين القرية هذه؟ يور فير فير فريك يور فيك. في هنا متجر مثل ما انتم شايفين، هالحين بننزل ابوريكم. عنده ملاب، عنده درع، اشتريت منه درع. لا مو هذا، بس هذا نبي نجربه، خلونا نجربه. انا جيت عند مرة. خلاص يا ابن حلال، خلنا نشوفه عنده شيء ولا ما عنده. نفس اغراض البنت، نفس اغراض المرأة، اي نفس الاغراض. عنده تاتوات، عنده شعر، طبعا اشتريت كثير الشعر لكني اشتريت انا، تقضيت من عنده. وعنده يا طويل العمر خيول، عنده خيل بجنحان، وعنده خيل سلمك الله، وعنده الطيور الغريبة هذه. باخذ الطير هذا شوف، وعنده الطير هذا غراب العظام، خلنا نشتريه بعد. وعنده ايضا أحصنة كثيرة، وفي درع هو اللي والله أعجبني. طبعا عنده الرمح التجدد، تجديد 10% من الصحة لمدة 5 من الثواني، ستلحق جميع ضربات ضرورة الحرجة بعد تفعيل أي قدرة. والله هذا شكله زين، خلنا نشريه بعد. أيضا عنده سبيكة نيكل، عنده ال عنده ال اللهم صل محمد، عنده ال خام الحديد هذا طبعا تلقونه، عنده جلد وإلى آخره. طيب الحين بوريكم انا وش اشتريت منه من ناحيه الاحصنه، او خلونا نشوف وش الاسلحه اللي شريناها الحين من هذا الشخص الجميل. طبعا هم نفسهم واحد. وين الدرع اللي اشتريناه، او السيف او السكين؟ والله سيف، والله جو شكل يعني، لكن يشبه هذا صح، يشبه شكله كرير، لكن خلوا معنا نطوره بعدين نشوف وين يصل. وفيها الدرع ايضا، اشتريت منه الدرع هذا، امدحوه لي، قال لي انه خفيف. هذا شايفين هذا الدرع، يقول انه خفيف، الوزن 16 خفيف، هذا شيء جميل جدا جدا. وين السيف؟ طيب ناخذ الدرع ونبدل الدرع ونحطه هنا عشان ايش؟ نشوف حنا مرتاحين. وين الدرع؟ هذا الدرع، شفتوا هذا الدرع بالشكل هذا. وعنده ميزة اكتساب ادرينالي. الحين طبعا الحصان او الذيب اشتريته بعد من هنا. وين المتجر الثاني؟ اذا ما لقيتوه هنا روحوا لهذه، اذا ما لقيتوا الاغراض روحوا لهذه. لكن بنشوف الحصان اللي ورا الحين عشان ايش؟ اطلع لكم وش اشتريت يعني. لحظة، هذا سلمكم الله، خلاص يا ابن حلال. طيب رؤية المتجر، اشتريت منه الحصان هذا ايضا، والحصان هذا، هذا وهذا وهذا. اخذت ايضا بالنسبة للطيور، في الطير هذا المنتي، وفي هذا وفي هذا، كنت حاط الطير هذا انا. فاقول لكم يعني المتجر هذا حلو، وصح انه غالي لك بداية اللعبة، لكن في جلتش هنا للدراخمة اذا ما غيروها، وايضا الهجوم والحاجات هذه تطور لك يعني، تكثر لك الدراخمات وبس يعني. مش تحسبني بسوي لك عزيزي، خلاص بس روح تسوق وانبسط واركب الذيب. والله ما ادري لو خاصية ولا لا، لكن والله والله جبار، شكرا لك.